لكل طالب توجيهي. يمكن تمر عليك الأيام وأنت بس بتعيط، ويمكن تمر عليك أيام وأنت بس بتحس حالك أنك مضغوط ومخنوق، مش عارف إيش بدك تعمل، مش ملحق ولا على أي إشي بدك تعمله. صح، هي ممكن تكون أطول سنة بتمر عليك بحياتك، بس كمان مستحيل أنه يروح تعبك على الفاضي. ادرس عشان نفسك أنت، عشان إمك وأبوك يركضوا بالشارع ويحكوا ابني نجح، عشان ترسم البسمة والفرحة عليهم. نجاحك رح يكسر كل واحد حكى عنك فاشل. اوعك بيوم انك تضعف وتحكي انه انا ما رح اقدر، لا، يلي غيرك قدر ونجح. ارسم ببالك طريق النجاح يلي رح يكسر عين كل واحد بنظر لك بنظرة فشل. صدقني يوم النتيجة رح تنسى الايام يلي تعبت فيها، ورح تحكي اوه والله انه هاي النتيجة بتستاهل كل تعبي. ادرس عشان حالك مش عشان الناس.